على الجانب الآخر خلينا نشوف لقاء مع عادل عمروش المدير الفني لمنتخب تنزانيا والحديث عن الخسارة أمام منتخب المغرب بالثلاثية الـ A، ونرجع مرة تانية مع حضرتك. صحيح أثر علينا كثير، والله أثر علينا كثير، وشفت يعني الفيديو تاع يعني ربما مانيش حكيم، ولكن نظن على حسب معرفتي نظن باللي ما فيش يعني كارت حمراء، يعني كارت باش يدي انا مازال المباريات ان شاء الله نصحوا الاخطاء ان شاء الله باش نطمحوا باش نكونوا مع ربما في الدور الثاني ان شاء الله. المباراة الأولى علاش نكونوا متشائمين؟ دائما الإنسان يقعد متفائل، علاش يتقلق مني؟ نتمنى له كل خير. لا نتمنى لهم كل خير، ويعرفوا روحهم ويعرفوني ونعرفهم. نتمنى لهم كل خير إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله النجاح. والكلام اللي قلته من الشهر يعني من قبل ومن الكأس العالم يقعد كلام واحد، فهمت؟ لهذا نقول باللي هم يعرفوني، ونتمنى لهم كل خير إن شاء الله.